ونروح بقى لاخبارنا المهمه او اللي يعني المهمه جدا والناس كلها طبعا من النهارده. زي ما احنا قلنا العد التنازلي بدا النهارده، اكيد جمهور النادي الاهلي عايز يعرف كل خطوات كل لاعب. النهارده مستر بيتسو موسيماني عمل حاجه رائعه جدا يا جماعه، النهارده صعد 6 ناشئين جدد وخلاهم يشاركوا في المران الجماعي النهارده زي ما انتم شايفين كده. النهارده كان المران ده بالليل على ملعب التتش، والناشئين الستة دول كانوا بيشاركوا، واساميهم محمد حسام ميدو مدافع مواليد 2000، فارس طارق ظهير ايمن مواليد 2000 برضو، احمد محمد عبد القادر مهاجم مواليد 99، عبد الرحمن اشرف مانو لاعب وسط دفاعي مواليد 99، واحمد سيد عبد النبي ظهير ايمن مواليد 2002، احمد نبيل كوكا لاعب وسط دفاعي مواليد 2001، وشارك برضو مجموعه ثانيه من الناشئين بشكل منتظم في المران النهارده، محمد فخري من ضمنهم، محمد شكري، شادي رضوان، واحمد طارق كمان كان موجود في التمرين اللي اقيم بالليل النهارده. ده طبعا خبر كويس، وخبر كلنا يعني منتظرين كمان مباراه طلائع الجيش دي هيبقى الشكل ايه. من الواضح ان الموسيماني هيدي فرص كبيره جدا لولادنا من قطاع الناشئين مع بعض اللعيبه اللي ما شاركتش في المباريات اللي فاتت، ان هو يديله مباراه طلائع الجيش. كمان النهارده في التدريب اجراه الجهاز الفني بدا التدريب بفقره بدنيه خفيفه، بعديها قام موسيماني المدير الفني بتنفيذ بعض طبعا الجوانب الفنيه والخططيه، اشتملت على بناء الهجمات من منتصف الملعب، بعض الكرات العرضيه. يعني هو بيحط برامج تدريبيه بياكد فيها على خططه المستقبليه، اذا كانت على المستقبل القريب قوي في مباراه طلائع الجيش ان شاء الله، او على كمان المستقبل القريب مباراه النهائي ان شاء الله يوم 6 نوفمبر. كل ده استعداد على المستوى البدني، على المستوى الفني، وكمان على المستوى الخططي. كمان رباعي حراسه المرمى الشناوي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير واحمد طارق برضو بيأدي تدريبات قويه تحت اشراف طبعا ميشيل يانكون، ده مدرب حراسة العظيم. كمان اشتمل مران الحراس على التصويب من زوايا مختلفه، يعني تدريبات حراس المرمى بتكون مختلفه شويه عن اللاعبين، بيكون فيها اداء حركي اكتر، بيكون التصويب من خارج ال 18 من جوه ال 18، الكرات العرضيه، الانفرادات، كل دوت ميشيل يانكون بيقوم بيه بشكل رائع، وان شاء الله كل التوفيق لحراسنا وعلى راسهم طبعا محمد الشناوي. اكيد الثلاثي بقى المتالق علي معلول ومجدي قفشه ومروان محسن النهارده كانوا بيواصلوا تنفيذ برامجهم العلاجيه. عارفين حضراتكم ان هم بيقوموا ببرامج النهارده بتؤهلهم علشان يجهزوا للعوده ويشاركوا مره ثانيه في المران الجماعي. الثلاثي النهارده كان كمان بياخد جلسه في الجيم، بعد كده خاضوا مران منفرد على ملعب التتش النهارده برضو على هامش المران الجماعي اللي اقيم زي ما قلنا على ملعب التتش مساء اليوم. طبعا زي ما احنا عارفين ان الثلاثي كانوا بيشتكوا من اصابات عضليه، الجهاز الفني كان بيفضل ان هو يمنحهم بعض الوقت الكافي للتعافي قبل العوده وان هم يشاركوا مره ثانيه بصوره جماعيه. صحيح. والنهارده كمان يعني انتظم ايمن اشرف طبعا سيرد باك وبيظهر بمستوى رائع في الفترات الاخيره، اشترك في المران الجماعي وده بعد طبعا ما خضع لتدريبات وبرنامج استشفائي امبارح، قام باداء تدريبات منفرده كمان فيما شارك طبعا النهارده في المران الجماعي اللي اشتمل بقى على الجوانب زي ما اتكلمنا، جوانب البدنيه والفنيه، بدا بتدريبات خفيفه بالكره. طبعا كل دوت بيسعى الجهاز الفني بقياده موسيماني لتجهيز كل اللاعبين زي ما قلت المرحله المقبله اللي هتبدا ان شاء الله بمواجهه طلائع الجيش ان شاء الله يوم السبت، ثم طبعا المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا يوم 6 نوفمبر. ان شاء الله كل الناس تكون جاهزه وكل الحاله البدنيه والفنيه اللي شفناها في مباراتي الوداد ايابا وذهابا، ان شاء الله هذا الاداء وهذا السيناريو وهذه الروح وهذا التركيز ان شاء الله يكون اكيد كل دوت عمليات تحضيريه، ودايما التحضير قبل المباريات المهمه بيكون عامل اساسي ان شاء الله في الفوز باذن الله. يا رب يا رب. الله. طيب ده من ناحيه التدريب. من على الجانب الاخر الجانب الفني، كابتن موسيماني النهارده بقى يعني مستر موسيماني النهارده كان بيركز في المران على تدريبات الكوره،
يمكن النهارده كان بيعمل تقسيم بطول الملعب، بينفذ الجانب الخططي بشكل عملي، كان بيطمئن على جاهزيه جميع اللعيبه بشكل كبير. النهارده نجم الدفاع او قلب الاسد زي ما بيقولوا رامي ربيعه، النهارده كان بيعمل تدريبات قويه ضمن المرحله الاخيره من برنامجه التاهيلي اللي بيقوم بتنفيذه النهارده بعد طبعا ما تعرض للاصابه في العضله الخلفيه، وطبعا كانت اتشخصت حالته ان هو يقعد 6 أسابيع. النهارده بيعمل جلسه في الجيم، بعد كده عمل فقرات تاهيليه قوية جدا تحت طبعا إشراف طارق عبد العزيز، طارق أخصائي التأهيل في النادي اللي بيجهزه للمشاركة الجماعية. طبعا يعني بكده يمكن أخبارنا المختصرة عن أخبار النادي الأهلي هتكون انتهت، زي ما احنا شفنا تدريبات على أعلى مستوى.